انت جناتشي؟ اصلا انا بدونك حياتي كلها جنان، شو عم تحكي انت؟ لك اعملي استطاعتك ودبري لي سياره مفيمه بشبابيك سود، يلا تصرفي. ما فيني لاقي، ما فيني ادور لك على هيك شيء، من وين بدي اجيبها؟ روحي اشتري استاجري، تعرفي تعملي اي شيء انت. تركني بحالي زنيد، تركني بحالي مشان الله، خلص بكفي، شو عقوبه هاي؟ الله الله، ايه ماشي، الوضع مناسب، رح احكي مع اخوكي وخبره الخبريه واحجري شو رح يعمل. بيقلقك انت من البيت ومنصير احنا الاثنين مطرودين وعنا ولد صغير يا حلوه، انا تعودت، فكري انت. سكر، يلا سكر. هيك بصير الشغل. فهمانة عليك، بترجاك اتصل بالزبون والغي، أنا مضطرة كتير، ايه محتاجتها اليوم، بترجاك. ماشي، شكراً إلك، يسلم. أصلي شبك، صاير معك شي؟ لا. لكن ليش مستعجلة؟ لأنه طلبت شغلة لنجدة وهلأ اتصلوا وقالوا لي مشان أنا روح جيبها، لازم روح جيبها بسرعة، يعني هنن بدهم ياني روح بسرعة. ماشي قلسوم، روحي. ست قلسوم، هالتاكسي إلي؟ ايه إلي. إذا بدك أنا بوصلك، بدهم يبعتوني مشوار. لا أنا رايحة على غير جهة، يسلموا إيديك، ما بدي أعطلك. ماشي مثل ما بدك. تفضلي يا خالة. الله يلعنك يا جنيد التافه. شو هاد؟ شبك طالعة مثل الشوكولاتة؟ شبك انت جنيت؟ خود هاد، خدوه وتركني بحالي بكفي. برافو عليك عن جد جاسوستي الذكية، برافو برافو. ان شاء الله لسه تصير أسوأ يا جنيت. في حدا جاي، سكر يلا سكر. ليش مزعوجة انت كل هالقد؟ الوضع صار أحسن، شو رأيك تشربي شي شغلي معي؟ ما بدي، وما بدي حتى شوف وشك المقرف هات، وما بدي أعمل لك أي شي بعد هاليوم، عم تفهم؟ شوفي حركاتك وأصابع إيديك المتوترة لهالدرجة، يعني أنت بتقدري؟ بقلك بتجي وبتقولي حاضر وبتجيبي لي اللي بدي إياه لعندي، لا توتري حالك هيك على الفاضي. قلك شغلة؟ قولي. عابدين بيعرف كل شي عنك، ما فيك تهددني ولا تلويلي إيدي. هددك بأخوكي؟ لا لا، عبدو بيعرف بكل شيء. يا ترى أخوكي بيعرف؟ بتحبي قله؟ ها؟ بتعرفي شو رح يعمل إذا قلت له يا حلوة؟ خلي هالشي ببالك، رح تجي لما بقلك تعي وبتروحي لما بقلك روحي، ورح تدخليني على البيت لأنه أنا عندي ابن هنيك، بدك تتعودي على هالشي، فهمتي؟ بقتل حالي إذا اضطريت، وما بساعدك ولا برد عليك مرة تانية، عم تفهم؟ تذكر هذا الشي. بعت بعت.
شو الوضع؟ طلع مرة واحدة بس. التقى مع حدا؟ لا، يا أما عارف إنه مراقبينه أو ناطر يشوف شي حدا. هو جوا هلا؟ إيه جوا. هالكلب رح يطلع من جوا أكيد، خلوا عيونكم عليه. ماشي سيد فرهاد. ماشي. أيوة فرهاد، ليش ما خبرتني؟ عشو؟ مشان التحليل؟ أنت عملته؟ إيه طبعاً. إيه والنتيجة شو؟ فرهاد قول أي شي، يلا بترجاك. شو رح نعمل هلأ؟ هتخبر بنتك يعني؟ رح تعرف إنك أبوها؟ هذا الموضوع رح يضل مخبى وما حدا رح يحكي لتولد أصلي يا بلدان، وأنا بعدين رح فكر بحل. شو يعني بعدين بتفكر بحل فرهاد؟ ليش بدك يبقى سر وما بدك حدا يحكي ولا يعرف فيه؟ حتى أزقي ما تعرف إنك أبوه ولا تنادي لك بابا؟ بتضل تقول له لجنيد بابا؟ أنا بحكي بالوقت المناسب، سكري على هالموضوع، أنا بتصرف. ما رح سكر الموضوع فرهاد، ما رح سكره. نعم. مرحبا. يمكن ما بتعرف، أنا ياجيت أصلاً، ابن نجدت أصلاً، وأخوه لفرهاد أصلاً. إيه خير. طرفين عاشوا شغلات كتير سيء، أبوك قتل أبي وأخوك قتل أبي، هيك كل اللي بيعرف. بس بدي أسألك عن شغلي لو سمحت. بابا أنا رح روح هلأ. ماشي بس لا تتأخر. تفضل. شكرا. يا عيني عليكم، ناموا منيح. جولسوم، وين كنتي؟ ليش؟ في شي؟ لا بس سؤال، لأنه انشغل بالي عليكي. أنا مليت وتمشيت شوي لحالي، اشتريت الشغلة لنجدت عجبتني. شو اشتريتي؟ اشتريت علبة حليب وتركتها بالمطبخ، كانت خالصة. آسف إني عم أحكي معك وكأني عم استجوبك، حقك علي جد. أكيد أنتي مزعوجة لأنه وضع البيت كله مو منيح أبداً، صح؟ يعني جولسوم، أنا فكرت إنه ما بيصير. شو هو اللي ما بيصير؟ هذا الكلب جنيد رح يضل يدخل ويطلع على البيت، وفرهاد ما بيترك أزقة، وجنيد رح يضل يزعجك. أنا بعرف هذا الشيء منيح، رح أحكي مع فرهاد. خلينا ننتقل. عن جد؟ طبعاً. مو نحن متزوجين؟ ها؟ ايه متزوجين. ماشي، نحن كمان منحب بعض. مو منحب بعض؟ نحن مو منحب بعض؟ ايه منحب بعض، وكتير كمان. معناها صار الوقت المناسب لنمشي من هون ونعمل بيت خاص جولسوم، ها؟ شو رأيك؟ كتير حلو.